يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة فيلم كرتوني يمثل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما حكم هذا؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع عند أهل العلم، صدر فيه قرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بتحريم تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصوير أحد من الصحابة، هذا ممنوع حرام. نعم.